اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من دوار اولاد بورحمه. كيف ما كتشاهدوا معنا هذا الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 30 سنه، مع الاسف انه عنده اعاقه في رجليه تولد بها. 30 سنه هو كيعاني معها، الام ديالو هي كتعاني معاه. غادي نسمعوا من عند الام ديالو المعاناه ديالها من اللي تولد لحد الان. مرحبا بك هذا، ومرحبا بكل متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي، وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. لالا عاودنا القصة ديال الإبن ديالك، شنو قالوا الإسم ديالو؟ ولدي أنا نهار اللي زاد فيصل ديالك، عندي الولد ديالي نهار اللي زاد زاد على 7 شهور. نعم. وزاد عنده النقص في رجليه ما تيوقفش على 3 سنين. بس نعادو ومنزل عاوناه بالدواء، كانت الوالده الله يرحمها كانت تعاوني الله يرحمها وشمس الشمس، تنعاونو بالشوافي، وعاد وقف 3 سنين. نعم. ودابا باقي هكاك، دابا ما يقدر لا يخدم لا يوقف بزاف. من 3 سنين ما قدر يتصحى. من تما دابا لا خدم كاع شي شويه صافي تيعيا، ما عندوش مفاصل الصحاح، ورجلي اكثر رجلي ما تيقدرش يوقف عليه. نعم. وفمو الفم ديالو ما يقدرش ياكل الحار، ما يقدرش ياكل الحامي، ياكل الحاجه البارده. ما يقدرش شي حاجه سخونه ما يقدرش ياكلها، وعنده مشكل في الرجل ديالو. نعم. بزاف. نعم. كنطمن المحسنين الله يرحم الوالدين يعاونوا. نعم. انا باغي نتاهو يتزوج ويدير شي بنت الناس، واني ما عقادش يخدم عليها. نعم. يصلح له هذا الدمو يحيدها هو. نعم. ويعاون راسو ويجمع هو ووليداته ويكتب ان شاء الله لا كثر خيرهم. والله يشد لنا في سيدنا وينصرو، والله يطول له في عمره. نعم. ان شاء الله يوقفوا معاه الله يكثر خيرهم. واخا قلتي انه من يتولد ملي كان صغير كان ما كيعرفش يوقف، من بعد منها مشيتوا عند الطبيب، شنو قال لكم الطبيب؟ تيقول لنا ضعيف، ما كاينش ليه الشهوره ديالو ضعيف. نعم. ضعيف. الرجلين ديالو ضعاف. ضعاف. وقع عليه هكاك البارح حتى دار رجيلات، وين من تما هو ضعيف على قد الحال، ما كيقدرش يوقف بزاف. نعم. لحد الان. دابا هذيك القايته هو ما يقدرش، ما قرا ما والو بسبب رجليه. ما تيقدرش يخدم بسبب رجليه، ما يقدر يخدم حتى بحاجه. ودابا تيعرف هذيك القهوه يخدم فيها، وين ما يقدرش يوقف. ما يقدرش شي حاجه اللي ديال الوقف، ما يقدرش يديرها. ما يقدرش يطول. نعم، الا وقف يطيح. صافي، ما يقدرش يوقف بزاف، ضعاف عندو هشاشه ديال رجلين ضعاف. نعم. وفمو عندو نقص رجلي وفمو. حتى الفم ديالو عندو فيها مشكل. مشكل عندو فمو، تينوض عليه اللحم كامل. نعم. نديروها العشوب ولا نضل عدو الصعاب، عنده السنان ديالو صعاب باش تحيديهم، عنده كلشي العدوى كله في فمو. نعم. عليه. وحنا تنطلبوا من الله يدير الشتاوي. نعم لا. واخا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، الله يشافيه امين. فكيف ما كتابعوا معنا المتابعين الافاضل، هذا الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 30 سنه. كيعاني من القدمين ديالو كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، عنده مشكل ديال الرجلين تولد بهم هكا من نهار اللي تولد هو بهذه الحاله. الا وقف عليهم كيطيح، صعيب انه يبقى واقف واحد المده. الا وقف خصو يوقف واحد شويه ويجلس، حتى شي عمل ما قدرش يخدم، لان حكم ان هنا ولاد بورحمه ان واحد القنيطره انهم الحاله ديالو كيف ما كتشاهدوا، والحاله ديال هذه المنطقه شويه صعيبه، فهو ما كيقدرش يدير بلاصه، ما يقدرش يمشي حتى شي بلاصه. كتقول الام ديالو انا نتمنى ان الابن ديالي نجوجو يكون عنده دويرته، ويكون عنده كما كيقولوا هما الخيمه ديالو كما الحال، لكن مع الاسف ما كاينش شي واحد يتقبل عليه ان الحال ديالو ما خدام ما ردام. كيف ما كتقول ولدي ما خدام ما ردام، فكتطلب من جميع المحسنين سواء داخل المغرب او خارج المغرب او الناس اللي يقدروا يعاونوه. فالرقم ديالو هو كالتالي، هو كاين في صندوق الوصف غادي يقول لكم الرقم ديالو اللي هو 06 39 51 29 75. وإذا رقم 06 39 51 29 75. والله لا يدعو أجر محسن. فشكرا لكم المتابعة، كنتمنى لكم أنكم تبارطاجيو، وما تنساوش الحال ديال هذا الشاب اللي كيبلغ العمر ديالو 30 سنة كتستحق أنها تبارطاجا. شكرا لكم وإلى اللقاء.